في هاد لا فيديو راح ندير تكميله تاع لا فيديو اللي هضرت فيها على لي ميديكامون اون جينيكو. في لا بروميير فيديو هضرت على لي بيلول كونتراسيبتيف ولا حبوب منع الحمل. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نهضر على لي ميديكامون المستعملين لي زانفيكسيون جينيتال، وتانيك نعطي 5 امثله على اهم الادويه اللي يستعملوهم في لا سبيسياليتي تاع جينيكو كسوا هرمونات ولا. دونك تبع معايا. السلام عليكم، مساء الخير. جو مابيل سعد، جو سوي انترنون ميتين اي فوندور اون فارماسي اونتر طون. سي سي لا بروميير فوا تشوفني في هاد لاشين، ندير لي فيديو مع لي زيتيديون لي ستاجير والخدامين، ماشي غير في الدومين ميديكال، في كاع لي دومين. وتاني كندير لي فيديو على الادويه اللي يتباعوا في لا فارماسي كيما هادو. الوغ سي سا تانتيريس ابوني وبارطاجي هذه لا فيديو مع كاش واحد لي تيبون صراحه تعاونوا. الوغ الادويه اللي يستعملوهم بور لي زانفيكسيون جينيتال اون جينيرال تلقاهم اون اسوسياسيون اونتر ان انتيبيوتيك و ان انتي فونجي. دونك لي مازال ما شافش لا فيديو تاع لي زانتيبيوتيك يروح يشوفها، وان شاء الله لا بروشين فيديو ولا نهضر على لي زونتي فونجي، مضادات الفطريات، ما تاع لي شامبينيون تاع لي بارازيت وتاع الفطريات كما يقولوا بالعربيه. هادو ما لي تريتمون اون جينيرال يجو سو فورم دوفول، يقولوا لها تحميلات مهبليه ولا سي دي سوبو بور لي فون. الوغ ندخل في لي زيكزامبل تاع اهم الادويه اللي كاينين والمستعملين لي زانفيكسيون، ونعطيكم اهم المعلومات اللي لازم تعرفوا عليهم. الوغ لو برومي اكزامبل سي جينو ديرموفيكس، هذا الميديكامون لا دي سي تاعو هو سيرتو كونازول نيتخات، تلقاوه 300 ميلي غرام. هذا سي ان مونتي فونجيك، دونك مضاد للفطريات. اون جينيرال تمدو لا جينيكو في الانفيكسيون تاع لا كونديدوز، و اون جينيرال الاستعمال تاعو نقولو لهم يديروا اون اوفول في الليل او كوشي كي تجي راح ترقد، و الا ما كفاتش اون اوفول نعاودو نديرو واحد اخرى على ابري 7 جور ولا ابري اون سيمين. الاعراض الجانبيه اللي يقدر يديرها الدواء تاع جينو ديرموفيكس سي جوست دي بغولور ولا دي زالرجي. لو دوزيام اكزومبل بوليجيناكس ولا لي جينيريك تاعو، عنده دوطرو جينيريك. لا دي سي تاعو هي بوليميكسين بي ونيوميسين، هادو لي دو سي دو انتيبيوتيك. وتانيك فيها لا نيستاتين، هذا سي انتي فونجيك. دونك زوج مضادات حيويه وواحد مضاد الفطريات، هذه لاسوسياسيون دو انتيبيوتيك و انتي فونجيك. نمدوها لكاع الانواع تاع لي زانفيكسيون. اون جينيرال كيفاش تاخذها؟ لو مود دومبلوا سي وحده في الليل لمده 12 يوم. الاستعمال الاول يقدر يديرنا اليرجي ولا بغولور ولا هكا. اون جينيرال نقولوا لا فام تلبس اون بروتيكسيون كي تستعمل هادو لي زوفيل ولا هادو الادويه. بون قبل ما نكمل لي زيكزومبل، ديروا في بالكم باللي كما دائما نقولوا نعاود، هادو الادويه كي نهضر عليهم مانيش نشجع على لوطو ميديكاسيون، راني جوست نهضر عليهم باش نتوما تعرفوا ديشيفري والاوردونونس، باسكو كيما تكونوش تعرفوا الدواء ما تقدروش تقراو الاوردونونس ولا هاديه. دو بريفيرونس ماشي تجي مره تقول لك عندي انفيكسيون تمد لها الدواء هذا ديريكتومون تقول لها كيفاش تاخذيه، باسكو اون جينيرال جينيكو دير ان بريلافمون للمرض تاعها وتشوف وشنو هو لا وشنو هي لا بكتيري ولا وشنو هو الشامبينيون اللي قاسها باش تقدر تمد لها الدواء المناسب. دونك نتوما ما تمدوش لوطو ميديكاسيون، تقدروا برك تنصحوا ولا تهضروا ديريكتوم مع لا جينيكو. سي جوست علاش راني نبريزونتي في الادويه هادوما. الوغ لو بروشان اكزومبل سي ايكوفار ولا لي جينيريك تاعو اللي اسمه جينو بيفاريل. لا دي سي تاعو سي ايكونازول، تلقاه اون 150 ميلي غرام ولا تلقاه اون ال بي 150 ميلي غرام، تما تاع 150 تلقى فيها 3 زوفول داخل، وتاع ال بي تلقى فيها وحده ليبراسيون برونجي. هذايا كيف كيف سي تان اونتي فونجيف مضاد الفطريات، يستعملوه تستعملوه كي تكون عندها لانفيكسيون تاع الكونديدوز. الاستعمال تاعو نقولوا لها تاخذه خطره في الليل لمده 3 ايام، وبيان الا تاخذ ال بي نهار واحد خطره في الليل. لو بروشان ميديكامون معروف سو لونو تاع تيرجينو، لا دي سي تاعو سي مترونيدازول مع لا نيستاتين مع لا نيوميسين، انتيبيوتيك مع اونتي فونجيك مع اونتي بارازيتير. دونك يستعمل كاع الانواع تاع لي زانفيكسيون جينيتال باسكو فيه 3 تيب دو موليكول. وتانيك مادام فيه الميترونيدازول يمدوه للانفيكسيون تاع لا تريكوموناز. دونك وهذه هي الانفيكسيون تقيس المراه والراجل، ولو مود دومبلوا تاعها تاخذ وحده في الليل لمده 10 ايام. دارني ميديكامون تاع لي زانفيكسيون اللي نهضر عليه هو فلاجيل اون اوفول، لا دي سي تاعو هي ميترونيدازول، يستعمل الانفيكسيون تاع التريكوموناز. الانفيكسيون تاع التريكوموناز وين تانيك الراجل لازم تاني يدير اون كونسلطاسيون باسكو يقيس المراه والراجل. دونك كيما تارجينو تاخذ وحده في الليل لمده 10 ايام. الوغ قبل ما نكمل لا فيديو راكم تستفادوا، ديروا لنا جيم، ديروا لنا ابوني، ابونيني تاني في انستغرام. دونك كاين كلكو ميديكامون يستعملهم الجينيكو باش يعاون المراه كساسوا في الهرمونات تاعها ولا. انا راح نعطي 5 اكزومبل. دونك لو برومي ميديكامون معروف سو لو نون دو ديفاستون. دونك ديفاستون هذا لا دي سي تاعو هي ديدروجيستيرون ا 10 ميلي غرام،
دونك هذايا لو ميديكامون سي تان بروجيستاتيف فيه اون هرمون تشبه في الهرمون اللي المرض ديرها ناتورالمون وهذايا يستعمل اون جينيرال باش يريغولي لو سيكل دونك الا المراه عندها الدوره الشهريه تاعها ماشي منظمه راح ينظم لها الدوره الشهريه تاعها ثاني يستعمل اذا مرأة ما قدرتش ترفد يعاونها باش ترفد الى وحده عندها مشكل في الهرمونات يقدروا يمدوا لها ثاني دو فاستون دونك الطبيب اللي يعرف على بها لو دومبلوا سي سا ديبون الطبيب كيفاش يشوف لا مرض وكيفاش يقيم لا مرض يقدر يدير لها دي زاناليز تاع الهرمونات تاعها تقدر تاخذو لمده 10 ايام ما بين اليوم 16 واليوم 25 تاع الدوره تاعها تقدر تاخد ان كومبريمي بار جور ولا دو كومبريمي بار جور حتى 3 كومبريمي بار جور دونك هذيك هذاك الشيء الطبيب اللي على بالو كيفاش تاخذو الاعراض الجانبيه اللي يقدر يديرهم دي فاستون يقدر يدير لك دي سيفالي دونك يعني راسها يوجعها ولا دي فوميسمون تقدر تتقيا ثاني الا تستعملو لاول مره بروشان ميديكامون اسمو يتروجيستون يتروجيستون لا دي سي تاعو سي لا بروجيستيرون تلقاها اون 100 ملي غرام وثاني كون 200 ملي غرام سي دي كابسول تقدر تستعملهم بار فوا اورال ولا بار فوا فاجينال دونك هذا البروجستيرون ولا لوتروجيستون مخدوم تقريبا كيما الهرمون ناتورال اللي يديرها الكور تاع المراه دونك مستعمل بزاف برسك كيما دو فاستون دونك يستعمل اللي عندها مشاكل في الدوره ولا الدوره تاعها ماشي منظمه وتانيك الى وحدها داوين رفدت يقدر يمدوا لها طبيب باش يثبت الجنين هذاك دونك كيما قلنا الطبيب اللي على باله كيفاش تاخذ الدواء هدايا طبيبون الحاله تاع المرض يقدر يعطيه اونتر 16 و 25 جور جينيرال يعطيها 200 ميلي غرام وكيف كيف الاعراض الجانبيه كما قلت لكم يقدروا يجوا هاد السيفالي ولا ديفوميسم الو لو بروشان ميديكامون اللي نهضر عليه هو اوفيستام اوفيستام لا دي سي تاعو هي استريول في لا فيديو اللي فاتت هضرت على دو هرمون اللي هما الاستروجين ولا بروجستيرون دونك هذا كيما الاستروجين هذا يستعملوه بزاف لي فام مينوبوزي اللي لحقوا لسن الياس اللي عندهم اون سيشخاس ولا ثاني يقدر يستعملوا الطبيب المرأة اللي رايحة تولد باش يديكلونشي لاكوشمون سي دو كا بار كا كيفاش يمدو الطبيب اون جينيرال نلقاوه اون كومبريمي 1 ميلي غرام ولا اون نوفيول 0.5 ميلي غرام دونك الاعراض الجانبيه اللي يقدروا يصراو هي لو فوميسمون بزاف اللي ما تقدرلوش وثانيك هذا ديروا في بالكم باللي اللي ديكونسيي المراه اللي عندها ان كونسير دو سان ولا المراه اللي ترضع لو بروشان ميديكامون اللي نهضر عليه هو دوستينكس لا دي سي تاعو هي كابيرغولين كابيرغولين 0.5 ميلي غرام عنده لو جينيريك اللي اسمه كابيرنكس دونك هذايا دواء واش يدير سنيني بيتور دو لا برولاكتين لا برولاكتين هذه هي الهرمون اللي دير الحليب الهرمون تاع لا لاكتاسيون دونك اون جينيرال المراه اللي ما تحبش ترضع ولا مراه اللي حابه تحبس عمليه الرضاعه تستعمل دوستيناكس هذايا باش تحبس الرضاعه ولا تحبس الحليب اللي راه يفرز فيه الكور تاعها دونك اون جينيرال كيفاش تستعملوه هي تستعملو حبه بار سيمان ولكن كيما نقولوا نعاود دائما الطبيب هو اللي يمد الادويه هادو ويمد لو شيما تاع كيفاش تاخذ الادويه هادو ما على بالكم هما ادويه دو سبيسياليتي نتوما برك ملي تعرفوا واش يديروا هذا دواء عنده اعراض جانبيه منهم لاطونسيون ثاني يدير لوندورميسمون يقدر يجيها الرقاد بزاف 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 ولا ثاني يدير دي فيرتيج الوغ لو ديرني ميديكامون اللي نهضر عليه هو كلوميد لا دي سي تاعو هي كلوميفان 50 ملي غرام عنده دي جينيريك كيما لوميفان ولا دوطر جينيريك هذايا كلوميد واش يدير يستيمولي لوفيولاسيون واش معناتها يعاون على عمليه الاباضه هذا يستعملوه بزاف الناس اللي عندهم مشكل في العقم ولا ما عندهم مشكل في الاباضه دونك واش راح يدير هذا الدواء راح يعاون الناس اللي يحبوا يرفدوا في اللي عندهم مشكل في الاباضه دونك اللي ياخذوا الدواء هذا الطبيب يتابعهم عن قرب دونك هذا واش لازم تعرفوا عليه كيفاش يمدوه ولا هذاك دائما الطبيب هو اللي ديسيدي ولازم يتبع بيان لا مالا تاعو مازالو كاين ادويه واحد اخرين ود لي كومبليمون اليمونتير مي جاب لي ربي بور لو مومون هذا واش لازم تعرفوا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ان شاء الله بريزونتيت الادويه مليح شوفوا لا بلاي ليست تاع الادويه اللي هضرت عليهم من قبل على بروشان بون نوي